ولكن اللي مش طبيعي والمستغرب انه مثلا رئيس دولة بحجم مصر يستقبل رئيس حماس في القصر الجمهوري. طب ليش ما تستقبل رئيس الشعبية والرئيس الديمقراطية ورئيس الجهاد الإسلامي؟ يعني عنا 20 حزب فلسطيني احنا. وبالتالي يعني هذا ببين لك التعامل الحزبي. وأكبر مثال على ذلك بالعدوان الإسرائيلي الأخير اللي هو بالعام 2014 لما كان مرسي في القصر، استدعي رئيس حركة حماس، وبنفس القصر اللي تم فيه الاتفاق على وقف أو الهدنة كانت وزيرة خارجية أمريكا هيلاري كلينتون في حينه في هذا القصر، والواسطة تمت ما بين يعني الولايات المتحدة وحماس والرئيس المصري في حينه. للأسف يعني هذا كان بالنسبة لنا مرفوض، ولدرجة أنه كان في تصريحات علنية أنه سنقوم بفتح سفارة مصرية في غزة، وكل هذه تصريحات معلنة. هذا شيء خطير، يعني كان هذا مخطط بصف القضية الفلسطينية وبضعفها، وتصدت له القيادة بشكل واضح وصريح، والحمد لله يعني بالآخر الأمور تغيرت في مصر، والآن إحنا العلاقة الموجودة مع القيادة الوطنية في مصر علاقة ممتازة وتنسيق دائم، وهذه القيادة المصرية الآن حريصة على حل القضية الفلسطينية لأنه هي جزء من الأمن القومي المصري. على أيدك.